السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. الفيديو لهذا اليوم راح يكون طريقة عمل فورمات للجهاز في حال سرقة الجهاز. مثلا عندك هذا الجهاز وتم سرقته، السارق مجرد ما يقوم بالاتصال بالإنترنت راح يقوم بمسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز، البيانات اللي موجودة في الذاكرة الداخلية للجهاز والذاكرة الخارجية، المهم يتم مسح كل البيانات. ملاحظة أحب أذكرها، طبعا هذه الطريقة مو دائما ناجحة لكن ممكن عملها، ومحاولة مسح البيانات عن بعد. مثل ما وضحت أنه عندك هذا الجهاز وتم سرقته وتريد تمسح البيانات اللي موجودة في الجهاز. النقطة الأولى البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللي استخدمتهم بإنشاء الحساب لهذا الجهاز لازم تكون حافظهم. بعدها تقوم بالدخول إلى رابط، هذا الرابط موجود أسفل وصف الفيديو. مجرد تقوم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور للحساب فتظهر عندنا هذه الصفحة. مثل ما نلاحظ الصفحة تحتوي مجموعة من البيانات، عندنا الرنين. مجرد ما تقوم بالضغط على الرنين راح يقوم بعمل رنين في الجهاز، وهذا الرنين ما راح يتوقف إلا من خلال الموقع. لكن النقطة اللي تهمنا تمكين القفل ومحو البيانات، هذه النقطة المهمة. هسه راح أدوس على طلب محو البيانات. مثل ما تلاحظون تم إرسال طلبك لتمكين ميزتي القفل والمسح الخاصتين للمشرفين. المهم من ضغطت على محو البيانات، السارق مجرد ما يقوم بتشغيل الإنترنت في الجهاز راح يقوم بمسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز. خلينا نجرب. راح أقوم بتشغيل الواي فاي في الجهاز. طبعا أنا أرسلت طلب مسح البيانات، اتصل الجهاز بالإنترنت. مثل ما تلاحظون تم تمكين ميزتي القفل ومسح البيانات، فهنا أنا صار عندي أما أقفل الجهاز أو أضغط على محو البيانات. مثل ما تلاحظون القفل أو محو البيانات، فأضغط على القفل وأقوم بكتابة أي كلمة مرور. مثلا وأضغط على قفل، ثم تلاحظون انقفل الجهاز. هسه لو أفتح الجهاز راح يطلب من عندي باسورد، الباسورد اللي استخدمته أني 4 أصفار، 1 2 3 4. انفتح الجهاز. إذا هذه الخاصية الأولى، أقدر أقفل الجهاز عن بعد. لكن النقطة اللي تهمني هو محو البيانات، فأضغط على محو البيانات. هنا يظهر لك إشعار هل تريد مسح جميع البيانات، يقول لك أنه راح يتم مسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز، الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية. أضغط على مسح، تمت إعادة تعيين إعدادات المصنع. المهم تم إرسال الطلب للجهاز. هسه حاليا مجرد ما أقوم بالاتصال بالإنترنت راح يقوم بمسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز. يعني السارق لو اتصل بالإنترنت راح يقوم بمسح محتويات الجهاز بشكل كامل، الذاكرة الداخلية. مثل ما تلاحظون جاري إلغاء تحميل بطاقة الـ SD، جاري محو بطاقة الـ SD، وراح يقوم بمسح كل بيانات الجهاز. يعني مجرد ما تقوم بإرسال الطلب الخاص بمسح البيانات، ومثل ما تلاحظون جاري مسح الذاكرة الداخلية للجهاز. بهذه الطريقة السارق ما راح يقدر يستفاد من البيانات اللي موجودة في الجهاز، كانت تكون صور أو مقاطع فيديو. مثل ما تشاهدون رجع الجهاز جديد مثل ما كان وما يحتوي على أي بيانات. يعني تم تصويره بشكل كامل
ومسح كافة البيانات اللي موجودة في الجهاز. الحساب اللي كان أيضا انمسح، الأرقام انمسحت، الصور اللي كانت موجودة في الجهاز أيضا انمسحت، ومقاطع الفيديو. المهم انمسحت كل البيانات اللي كانت موجودة في الجهاز. وبهذه الطريقة قدرنا إنه نمسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز. وصلت إلى نهاية هذا الفيديو، إن شاء الله كان واضح للجميع. وضحت في هذا الفيديو طريقة مسح بيانات الهاتف المسروق. عندك هذا الهاتف تم سرقته، مجرد ما يقوم السارق بالاتصال بالإنترنت راح يقوم بمسح كل البيانات اللي موجودة في الجهاز، البيانات اللي موجودة في الذاكرة الداخلية والذاكرة الخارجية. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار بإمكانكم مراسلتي. نهاية كلامي، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.